احنا عندنا قمع جديد وأزرع ظلم جديدة وأزرع ظلم قديمة وواقع اتخلق بعد 30/6/2013، سجون مفتوحة وزنازين مفتوحة ومكدسة، ناس بتموت في الشوارع، قوة سياسية متلخبطة، ناس بتجهز نفسها انتخابات برلمان، فاحنا رايحين على فين؟ أحمد سيف الإسلام الناشط الحقوقي يوضح رؤيته حول الوضع الراهن في مصر ودور النخب المصرية بعد 30 من يونيو في حلقة خاصة من برنامج على مسؤوليتي على قناة الجزيرة مباشر مصر